بهذه الدورة أقول لكم شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، شكرا لكل أخوات، شكرا لكل أخوة. أنا أعرف تماما الضغوط اللي بتقسم عليهم، أنتم كنتم مرحلة اختبارات وعلى أنكم كنتم مفيدين، أبنائكم أيضا عندهم اختبارات وعلى أنكم كنتم مفيدين، جزاكم الله كل خير. باسم كل مربي، باسم كل معلم، باسم كل أب، باسم كل طالب، أقول لكم شكرا لكم، وقبلة على رأس كل واحد. أنا حقيقة تعلمت منكم، أنا تعلمت كثير جدا من مداخلاتكم. رغم كل الضغط عليكم كنتم رائعين، كنتم تتعلموا، جدران هذه القاعة تشهد بأنكم أنتم معلمين رائعين وأنتم تربويين مميزين. أنا أفخر بأنه في التعليم في أمثالكم، فشكرا لكم. وحقيقة الشكر أيسر والتقدير أجل منكم. أيضا أتقدم بالشكر أيسر والتقدير أجل لإدارة المدارس على هذه الاستضافة، شكرا لمدارس النبلاء التي تسعى بشكل دائم لتطوير معلمينا وتسويقها بشكل دائم، شكرا للأستاذ حسان، شكرا لكل فريق مدارس النبلاء التي سعوا سعي كبير جدا لنجاح هذا البرنامج، شكرا لكل الأخوة اللي ساعدوني في مدخلاتنا في القاعة، سواء كانوا فريق العمل الكبير معنا، سواء كانوا في تحضير القاعة، في الكوفيه، في الخدمات اللوجستية، في التصوير، شكرا لهم كل الشكر، شكرا لكم أنتم جميعا. أعرف الوقت طال علينا، لكن آخر شيء سأقوله أشهد الله أن أحبكم جميعا في الله. أعرفكم يعني قسيت شوية، غضبتكم شوية، لكن كان هدفي أن نصل بإذن الله سبحانه وتعالى تعلمكم. آخر شيء سأقوله لكم، أبناءنا بحاجة للشيء اللي أخذناه في الدورة، وكل ما علينا أن نطبق ونطبق ونطبق ونطبق. وختاما، إذا كان في قصور هذا عمل بشري، دائما سيكون في قصور، ممكن نحسن، دائما في مساحة للتحسين، ونعدكم إن شاء الله بالتحسين بشكل أفضل. شكرا لكم، شكرا 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 شكرا، سبحان الله وبحمده، شكرا شكرا شكرا.